عبد الله السعيد واحمد فتحي طال الكلام فيه قوي. احنا قلنا عبد الله السعيد واحمد فتحي ما شاء الله لعيبه، احمد فتحي عايز اقول مقاتل قبل ما يكون لاعب، يلعب ناحيه اليمين، يلعب مساك، يلعب ديفندر، يلعب باك شمال، شفناه في كل حاجه، لعيب مقاتل، لعيب مخلص جدا، لعيب من اخلص اللعيبه اللي انا شفتهم في حياتي. ايضا عبد الله السعيد لعيب نضج جدا جدا في نادي الاهلي، لعيب دلوقتي من احسن لعيبه في الدوري المصري، لعيب ما بيختلفش عليه ثلاثة مش هقول اتنين، لعيب ضاف كمان في النتائج الأخيرة النادي الأهلي، لعيب جماهير تقول عبد الله السعيد عبد الله السعيد ومفيش بديل لعبد الله السعيد في مصر، ده رأي الجماهير ودي حقيقة، لكن الواقع غير، الواقع بيقول إن النادي الأهلي عمره ما واقف على حد. دايما بكرر وبقول الجملة دي، النادي الأهلي هو اللي بيكبر والنادي الأهلي اللي بيسيبه هو اللي بيخسر كتير جدا. النادي الأهلي وراه جمهور محدش بيعرف قيمته غير اللي بيحتك بيه فعليا. وانا بستغرب بصراحه ان اللعيبه ما تضحيش. طبعا احمد فتحي وعبد الله السعيد احنا قلنا لعيبه من احسن اللعيبه اللي جم النادي الاهلي على مدار التاريخ، يعني احنا في لعيبه كده بتعدهم هتلاقي منهم عبد الله السعيد واحمد فتحي. فخلاص القصه دي خلاص، عبد الله السعيد واحمد فتحي على دماغنا من فوق. لكن انا بتكلم في العموم، بتكلم للجماهير الاهلاويه. دايما الاهلي هو اللي بيضيف، دايما الاهلي هو اللي بيعمل، دايما الاهلي هو اللي بيكبر، دايما اللي بيمشي من الاهلي هو الخسران. شفنا نماذج، مش عايز اتكلم على الحضري، مش عايز اتكلم على ابراهيم، مش عايز اتكلم عن نماذج ونجوم خرجوا من النادي الاهلي دلوقتي بيتمنوا يرجعوا النادي الاهلي. اللي يعرف قيمه جمهور النادي الاهلي ويعرف قد ايه الجمهور ده داعم وسند في ظهر اللعيب بتاع النادي الاهلي ايا كان مين هو، عمره ما يفكر يسيب النادي الاهلي علشان حتى 100 مليون جنيه والله العظيم. وانتوا شفتوا بالادله الجمهور بتاع الاهلي دوله بتسند اي حد، وخصوصا كمان لما يحس ان هو بيحب النادي بجد او بيحب المكان بجد او بيحب الشعار بجد، بصرف النظر هو بيلعب كوره، هو اداري، هو مدرب، هو مقدم، بصرف النظر عن اي حاجه. انا تجربه شخصيه عشتها مع النادي الاهلي يوم ما سبت المكان علشان المصلحه العامه، انا عملت كده ومش مستني اي حاجه. انا حسيت بعد كده من ردود فعل الناس ان انا بطل قومي، مع ان انا الموضوع كان بالنسبه لي عادي جدا. هو ده جمهور النادي الاهلي، لما بيحس انت بتحبه بيشيلك على دماغه من فوق. تخيل بقى لعيب الكوره، جمهور النادي الاهلي، احنا قبل كده بيبو مش النادي الاهلي، اساطير كتير جدا مش النادي الاهلي، النادي الاهلي واقف عمره ما بيتهز ابدا، لكن الناس بتقول ده بيحب النادي الاهلي وده ما بيحبش النادي الاهلي. شفتوا الانتخابات الاخيره مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب الدعم ليه كان جمهوره، خلي بالكم جمهوره اللي هو اتمثل في اعضاء مجلس الاداره اللي جاله من بره بالالوفات، الالوفات اللي انتخبته والالوفات اللي ما كانتش عارفه تدخل. ده الجمهور خلي بالكم، مش اعضاء مجلس اداره، ده جمهور الاهلي اللي عارف هو رايح لمين وهو بيحب مين ومين بيحبه ومين ما بيحبوش. فعشان كده كلمتين بقى لعبد الله السعيد واحمد فتحي فكروا مليون مره، الملايين عمرها ما هتساوي حب جماهير النادي الاهلي، الملايين هتيجي وهتيجي اكتر كمان لو قعدتوا في النادي الاهلي وبطلتوا في النادي الاهلي وختمتوا حياتكم في النادي الاهلي. لكن حق مشروع ليكم انتوا تسيبوا النادي الاهلي وتسيبوا اي مكان، حق مشروع ليكم، محدش يقدر يتكلم، انتوا عارفين مصلحتكم فين. لكن كلمه من اخ كبير، حب جماهير النادي الاهلي بمليارات الفلوس، والله العظيم ثلاثه بمليارات الفلوس، مفيش وجه مقارنه اساسا عشان اتكلم معاكم فيه. واسالوا الحضري، اسالوا الحضري اياميها كان في 20 مليون جنيه باين او حاجه كده، حضري كان بيتمنى يرجع النادي الاهلي، حضري ند فرصه او الفرصه اللي ندم عليها طول عمره ان هو ما يقعدش في النادي الاهلي. واسالوا اللي مشوا من النادي الاهلي، واسالوا الجماهير سندتهم، واعرفوا بعد كده قرروا.